لك يا سمحوا لي، السلام عليكم الاهل الجزائري جو لا جالي، قام مرحبا بكم، انا نحبكم نشتيكم يتو ميلها غالبا ما نمشي نغني باسكو ما حبوش يخلصوني وجرى اي وي وي بهدلتهم خير. لازم باسكو علاش مدير لافيش دخل بها الناس ودخل الناس تعشوا ويسنوا في خلاص ابخي بعد يوصل يقول لك غني ومن بعد نعطيك درام. قلت له هادي تنغني وتعطيني الدرام، صرات لي وما نعاود جي. بعد كيفاش كان الحل؟ كيفاش صار الحل؟ نطلع نقول لهم جماعه هاني جيت جو سوي لا، ما تقولوش خلاص بالك ودار بينا ما جاش، باسكو الانتقادات فيها فيها. نقول خلاص ما جاش لتونس ويتمسخروا بينا. قلت لهم جو سوي لا راني حاضر معكم، بصح الناس هادو ديزيسكرو ما زعما حبوش يسلكوني على السياحه والجماعه. من بعد خلصوك؟ ما غناش لا ما حبيش يغني. غنى في ما فامي بعد عاود توليت قلت لهم زيدوا نروحوا نشربوا حاجه. هيا فازي الفندق الاول غنى فيه، الفندق الثاني يجي يغني قالوا له ما نخلصوكش، هو عنده حكايه مع الخلاص. صرات لنا يا خويا على بالك اشاك فوا يغني وما يخلصوش يسنى. صرات لنا في اوروب في فرنسا في ايطالي صرات لنا بارتو تاع غني ومن بعد سهل. واش اللي غني ومن بعد سهل هذه يعني؟